الله في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. بعيون دامعة وقلوب مفجوعة يعتصرها الأسى والألم، نرفع أحر التعازي لمولانا وملاذنا وعصمتنا الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وللأمة الإسلامية جمعا، ولكم أيها الحضور الكريم بذكرى رحيل هذه الأمة وشفيعها خاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتنا وأخواتنا في الله، نعيش هذه الليلة الألم والحزن لرحيل نبينا وشفيعنا أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله، فما أعظمها من مصيبة على قلوب المؤمنين، وما أفجعها من واقعة ألمت بأهل بيت النبوة. ففي مثل هذه الليلة فارق رسول الله هذه الدنيا الفانية، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقد نزل بي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم أكن أظن أن الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض به. فرأيت الناس من أهل بيتي ما بين جازع لا يملك جزعة ولا يقوى على الفهم والإفهام والقول والاستماع، وسائر الناس من غير بني عبد المطلب بين مؤذن يأمر بالصبر وبين مساعد باك لبكائهم جازع لجزعهم. أما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام صاحبة المصيبة والعزاء، فإنها الباكية على أبيها بكاء يفطر القلوب والأفئدة. فحين وقفت على روضته المباركة أخذت كفا من ترابه الطاهر ثم خاطبته قائلة: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قل للمغيب تحت أثواب الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. فسلام على صاحبة العزاء سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، لهم منا أزكى التحية والسلام. إخوتنا وأخواتنا في الله، في هذه الليلة العظيمة من ليالي شهر صفر وانطلاقا من قول الرسول الأعظم: حسين مني وأنا من حسين، الذي يدل على أن استمرار الإسلام ما كان ليتم لا
والسلام. نؤكد على أهمية إحيائنا لثورة كربلاء الخالدة، وأن نتخذ الحسين عليه السلام قدوة حسنة في تصرفاتنا وفي ثورتنا على الظالمين. فلا يمكن أن تقوم لنا قائمة إلا باتباعنا لنهج أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اتباعا سليما واعيا، اتباعا عمليا واضحا. لذا كان شعار هذا الموسم الحسين قدوة الثائرين. وهنا إذ نذكر بهذا الشعار الذي اتخذناه منهاجا لثورتنا المباركة، نجدد الدعوة إلى الالتحاق بمدرسة الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة يزيد العصر حمد بن عيسى، والاقتداء باقتداء عمليا تطبيقيا في مكارم الأخلاق والخصال ومحامد الأمور والأفعال. فنسحق تحت أقدامنا زخارف هذه الدنيا وزينتها وبهرجها، ونمضي مع الحسين عليه السلام نقتحم ساحات العزة والكرامة، معلنين البراءة من يزيد العصر، صارخين بأعلى أصواتنا، رافعين قبضاتنا عاليا، منادين بنداء العاشقين الوالهين صرخة مدوية في الخافقين: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ختاما مع استقبال العام الثوري الجديد، نهيب بجماهير شعبنا الأبي التحلي بالجهوزية العالية لخوض غمار الاستحقاق التاريخي الكبير في الذكرى السنوية الثالثة للثورة، والتهيئ لتنفيذ خطوات كبيرة في العصيان المدني الشامل، خطوات لا بد من تنفيذها بشجاعة دون تردد، ولن يأخذنا في ذلك لومة لائم. فكيان العدو الخليفي لا يستحق البقاء ولا لدقيقة واحدة، وشعبنا البحراني الأبي يستحق نظاما سياسيا جديدا ينسجم مع فكره وثقافته ووعيه. أما ثقافة الفتح القبلية المزعومة فقد وضعها أبناء شعبنا تحت قدمي، ممرغا بذلك أنف الدكتاتور حمد في الوحد، وجاعلا اسمه ورسمه تحت الأقدام، معلنا البراءة منه ومن جرائمه المنكرة، ماضيا للأمام نحو إسقاط النظام وتقرير المصير، متخذا من الحسين قدوة ومنهاجا. وما النصر إلا من عند الله العزيز القدير. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير الثلاثاء 31 ديسمبر 2013، بلدة عالي، البحرين المحتلة.